لفرجي كل العالم وكل الجمهور وكل الصحافة والإعلام هذا هو النجم مصطفى فهمي ابن الأصول. جيت على بيتي ما لقيت شي بغراضي، هاي خزاناته مليانة غراض وهيدي غراضي أنا. أنا النهارده لو أنا في خلافات مستمرة بيني وبين الطرف الثاني، وما هو كمان في ضغط عصبي وفي اكتئاب وفي وفي في، فأنا بشوف إن الطلاق ده أولاً مشروع شرعاً مشروع. فلما بتوصل لمرحلة إنك أنت خلاص ما أنتش قادر إنك أنت تتعايش مع الشخص اللي قدامك، فأنا بشوف إنه صحي إنك أنت تخلع، يعني تمشي. كلمت اخوها حوالي سنه ونص وقلت له ان الحياه بيننا اصبحت مستحيله، في خناقات مستمره، فانا زي ما دخلت بالمعروف نخرج بالمعروف. جميل. قال لي انا مش ما يعني المواضيع دي ماليش دخل فيها، ما تدخلونيش في الحاجات دي. الحصة الأخيرة اللي كان حصل بيني وبين بينها مشكلة قبل السفر، كان في سفر إن هنروح لبنان عشان نحضر خطوبة أختها. وحصل اللي حصل في لبنان وحصل ضرب رصاص مشاكل مشاكل، فأنا قررت إن أنا مش هسافر، وعين كنت قاطع التذكرة وكل حاجة يعني هنسافر. من حقك. وقررت إني مش هسافر. أخوها كان قاعد عندي بقاله أسبوع، كنت مستضيفه في البيت وكان قاعد معانا في البيت، فقلت لا انا مش هسافر. ازاي مش هتسافر؟ انا مش هسافر. لا ما اقولها. طب وانا احنا خلاص وانا اهلي عرفوا وانا مش هسافر، قررت مش هسافر. قامت العركه، قامت الخناقه، اشتدت جدا الصوت عالي، عملنا خناقه كبيره يعني لدرجه ان اخوها حتى قال لها كده ما ينفعش، انزلوا اتطلقوا بقى. خدت قرار بيني وبين نفسي داخليا، يعني اولا الطلاق تم من جوايا. عارفه ان هيحصل طلاق، والغدر اللي بيحصل هو الغدر اللي بيحصل لي انا دلوقتي. التشهير والسب والقصف اللي بيحصل على السوشيال ميديا. لدرجة إن أخوها حتى قال لها كده ما ينفعش، انزلوا اتطلقوا بقى.